عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاة الفنان السوري فاروق جمعات. لو أول مرة تشوف القناة لا تنسى تفعيل الجرس على الكل علشان يوصل لك مني كل جديد. نعت النقابة الفنانين السوريين في دمشق اليوم الفنان السوري فاروق الجمعات الذي فارق الحياة عن عمر 63 عاما. وكتبت النقابة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فرع دمشق لنقابة الفنانين: ينعي إليكم الزميل الفنان القدير فاروق الجمعات، وسيدفن غدا ظهرا في قرية جباب، إنا لله وإنا إليه راجعون. وتفاعل فنانون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر رحيل الجمعات، حيث نعته الفنانة مها المصري عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالقول: البقاء لله وداعا فاروق الجمعات الفنان النبيل، لروحك الرحمة والسلام، خالص العزاء لأهلك ومحبيك، إنا لله وإنا إليه راجعون. نطلب من الله للفقيد الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وزوي ومحبي الصبر والسلوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.